الجذاع المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، هي رحلتي واندفاع هذا المسار والانطلاق مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. وهنالك على المركز الأول صوغة لسمو الشيخ حمدان التغيير هنا مع مقدمة الشوط من قبل الجارية من هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يتقدم الآن على المركز الأول. المركز الثاني هنالك شديدة من هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ينطلق على ثاني التحديات. المركز الثالث هنالك صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فهد بن حصيب من فهد الرمزاني النعيمي يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع هذا شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع مزون سالم بن حمد بن نهيان العامري على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك مثيرة من هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج المري مقدما لاسم مثيرة على المركز الخامس. المركز السادس هنالك الاسم القادم مع مطفية من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الأخيل يتواجد هنا على سادس التحديات. المركز السابع هنالك الطيارة من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من وصل على المركز السابع. المركز الثامن هنالك منول لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي يتقدم الآن على المركز الثامن. وتاسع التحديات مع الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يصل على المركز التاسع. عاشر المراكز ختام هذه الجولة هنالك هملولة بهذا الشعار العيناوي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدان الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم العيناوي قادم على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمعلنة عن حضورها وانطلاقها واندفاعها في أول نداء لنا في مسار هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط وهنالك هجن زعبيل التي تسيطر على المركز الأول مع انطلاق شديدة من هجن زعبيل من هذه المؤسسة القادمة بكل قوة. يتقدم المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقودها في عملية التضمير والمتابعة. نتمنى لها التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. المركز الثاني مزون قادمة مع ثاني التحديات بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتقدم شعار سموه. مالك هجن العاصفة أيضا هنا يتقدم مع المركز الثاني. المضمر المتواجد سالم بن حمد بن نهيان العامري وثالث التحديات هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يحتل المركز الثالث. وصل المميز على رابع التحديات بانطلاق شعار هجن الرئاسة في هذه اللحظات مع مطفية من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الخامس هنالك صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فهد بن حصيب بن فهد النعيمي قادم الرمزاني على المركز الخامس. هذه الخمسة الأسماء الأولى الرحلة الأولى درجة الفي آي بي الخمس الفايف ستار. لكن نتابع هنالك الأسماء القادمة بن دري هنا يقود المجموعة القادمة على المركز السادس مع انطلاق الطيارة من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاح يقدم لنا هذا الاسم الكبير وهذا الاسم الجميل. يا سلام على المركز السادس. المركز السابع منوه القادمة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي يتقدم على المركز السابع. ثامن التحديات مثيرة من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري. وتاسعا هنالك هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدان هيان محفوظ بن خميس الجنيبي. بينما المركز العاشر هنالك صدى
من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الكتبي يتقدم الآن على المركز العاشر. هذه النتيجة ونداءنا الثاني نفس النتيجة ونفس الأسماء، لكن هنا ظهرت معنا صدى على المركز العاشر في أول نداء لها من هجن العاصفة بقيادة الواثق. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، وهنالك شديدة وهنالك هجن، هجن زعبيل من تسيطر على مقدمة الشوط وعلى هذا الانطلاق مع شديدة بن مروشد في مهمة صعبة، في مهمة الحفاظ على هذا الموقع إلى الوصول إلى خط النهاية وإلى الوصول إلى الناموس والسيارة. يا سلام، شديدة شديدة من هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على مقدمة الشوط، بن هيان قادم، سالم بن حمد بن هيان العامري يقدم لنا مزون بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على المركز الثاني وثالثا. هذه العاصفة، العاصفة تقدمت الآن على المركز الثالث مع انطلاق الجارية مع الواثق حمد بن راشد الحمد بن غدير الكتبي، وهنالك مطفية ترتدي شعار هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيل، يتقدم المميز على المركز الرابع وخامس التحديات. وصل صدى من المركز العاشر إلى المركز الخامس مباشرة بهذا التقدم الجميل، ما شاء الله تبارك الله، من إمبراطورية العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يأتينا على المركز الخامس. هنالك القادمة هملولة بالشعار العيناوي، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، إلى التغيرات التي طارت وجرت على مقدمة الشوط. الكيلو الأخير دخلنا أجوائه، أعلننا عن هذا الكيلو ومقدمة الشوط. مزون 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 الخير، مزون العطاء، مزون النواميس، مزون العروض المميزة تنطلق بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري يقدم لنا مزون على المركز الأول. المركز الثاني الجارية من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتقدم الآن على المركز الثاني وثالثا. الشعار العين، وهنالك منوة لسمو شيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، ولكن مقدمة الشوط المركز الأول مع مزون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري يقدم لنا مزون. العاصفة 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 على المركز الثاني، انطلقت الجارية انطلقت الجارية، أيضا شعار هجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتقدم هنا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مع انطلاق الجارية، الناموس مع العاصفة، العاصفة مع النواميس، تهانينا والناموس سلام يا العاصفة سلام، وسلام للواثق سلام على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول الجارية إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. المركز الثاني مزون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري، وثالثا وصلت هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ الخميس الجنيبي. المركز الرابع منوة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، وخامسا شديدة من هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة ياس الرياضية التي تتابع هذه التحديات، كما تشاهدون لحظات الإعادة ولحظات التوقيت الزمني والفوز والانتصار. كما تشاهدون هنا تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز الجارية مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. 9:10 خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت مع ثاني المراكز مزون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري 9:11 بالوفاء والتمام، وثالثا وصلت هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ من خميس الجنيبي. من قدم هملولة على المركز الثالث. التوقيت الزمني 9:11 سبعة أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات أيضا تستمر في هذا الصباح الرائع والجميل والمنافسة القوية التي تنطلق في ختامية